نوردين حابه سي نوردين قلت له حابه ندير حاجه تتكلم على هذه الوضعيه اللي رانا فيها. قال لي وانا نقول لك حاجه بلي راني عندي غنيه هك كيما راكي تقولي حاضره. لما سمعها علينا بديت نبكي صح. يعني صدقا وحتى الله يرحمه الراحل الشريف قرطبي لما مشى لعنده السي نور الدين باش يكتب النوطه وكلش السي شريف ولا يبكي يعني ما مستكم للقلب يعني لانه شوفي الفنان اللي ما يعبرش وما يعيش المراحل اللي بلاده راهي تمر بها وما يحسش بها يعني ما تقدرش تكوني ماك مريضه بعيد الشر بعيد الشر نعم تكون نعم الام مريضه وما تحسيش بها فهذه هو الارض هذا هو الوطن صحيح. لا اكثر ولا صحيح تشبه برك هذا مكان وما نظنش انه احنا الوحيدين اللي نحسوا لانه كل جزائري نظن هذاك الوقت كان يحس وش حسينا احنا وربما احنا بلورناه هو بلور في كلمات والحان رائعه اللي وصلت الحمد لله لكل الناس وانا دائما نقول له سي نور الدين غنيتها انا ولا ماشي انا ديك الاغنيه السيغ كانت تنجح هو يقول لي لا لا صوتك زاد تحفها لا كاين شيء متكامل لما يكون اللحن والكلمه والاداء الصوت والاداء لازم توصل هذه الاغنيه كله يكمل بعضه وكل هذا يكمل بعضه وزدنا تعاملنا مش غير ديك الاغنيه زدنا تعاملنا كثير في اغاني اخرى يعني تسجلنا بالك واحد سبع اغاني اخرين ولا بحر الجود كان لحن اغنيتين من اروع ما يكون في حياتي رجل وسيد رجال عرفاتكم ولا كلمه وكاين اغنيه واحده اخرى يا ليل يا ليل ما عنديش يا ليل يتذكر اكثر منك يا اللي ساكن روحي وقلبي كثير اغاني كثير كثير اغاني اللي ساكن روحي وقلبي سيتي لو تيوب تاع لو ديرني البوم اللي درته مع سيدي نايل فيعني انا وسي نور الدين حتى العائله حتى القرابه في العائله مع الاولاد يعني واحد من العائله اكثر جميل جميل احنا راني قلت لك تعال انا قلت لك وراعي الفنانين على فكره انا 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 انا, أنا واصدقائي سميناه نقيب الفنانين لانه نور الدين الوحيد في هذا الوطن اللي ينظم حفلات محترمه جدا حفلات تخدم الجمهور تخدم الشعب وعمره ولا يفكر في نفسه قبل الفنان ولا الجمهور واش راح يقدم له سي نور الدين تلقي معه فرقة موسيقية تتعاملي معه بكل احترام يعني تحسي احترامك لما تمشي تقدمي حفل في ولاية ولا بلدية ولا في أي دوار إن كان وهذا شيء مهم جدا 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 أكيد أكيد يكفي أنه إنسان راقي ومثقف ويعكس كل فنان جزائري هو معروف ببساطته كذلك والتواضع نتاعه إذا أستاذ بلغالي وسيد قلنا كذلك على زكية حاجة اللي ما نعرفوهاش حنايا وأنت تعرف عليها مدلله زكية. لا زكية مدلله كثيره هذه وحده ولا كيما نقولوا اكزيجونس تحب هذه على هذه كل هذه العيوب فيها لا يعني ماشي العيوب هي باش تكون اكزيجونس من حقها لان لما الانسان يدير عمل يتعب وما يكزيجيش فيه حاجات يكون العمل ناقص انا شفت تعاملت مع الناس ما عادش جوز لا هي ما تقبلش تجوز هذه ولا لازم كل حاجه تكون يعني في مستواها وكل حاجه تكون على معناه هذا هو الفنان الاصيل انا نقولها وهذه مش غير شتها هذه شتها في عده فنانين جزائريين كبار نعطي بلا ما ندعي ذكر الاسماء فيهم يعني ما والدليل كاين فنانين في الجزائر اللي عشت معاهم وسجلت معاهم انا كعازف ما يدخل حتى واحد العمل تاعو لما يكون يسجل الا وين ظهر العمل تاعو. سي نور الدين سؤال. جميل. اول فنان سواء مغاربي لانه تعاملت من عارف مع عبد الوهاب الدكالي عبد الهادي بالخياط. مجموعه كبيره. شكون هو اول فنان اللي طلعت معاه كقائد جوق ولا كموسيقي على المسرح؟ والله كثير كنا عملنا اول جوله كنا عملناها في 74 كنت قائد جوق في عملناها جوله في الصحراء كان فيها كثير كان ابو جماعه العنقيس كان صالحه الصغيره الله يرحمها كانت فيها فنانين كثير هذاك الوقت كنت منظم وكنت رئيس جوق قائد فرقه وبالتالي تعاملت كثير مع الراحل احمد وهبي الله يرحمه احمد وهبي الله يرحمه تعاملنا كثير احمد وهبي مع الفنان القادر اللي نحيوه بعد رياضه سيده سلوى كذلك سيده سلوى تعاملنا كثير مع بنوره نوره سيده نوره هذا الجيل اللي سبق كنا تعاملت معهم انا كرئيس سوق وكمنظم وهذا لان حتى الاستاذ العماري ما نساوش فنان كبير كذلك هاشم القروابي هذو الناس اللي محمد المازوني اللي نحيوه سالي زبيدي كل هذو الناس هذا الجيل هذا اللي سبق كانت كوكبه وكانوا دايرين تنافس في الاغنيه الجزائريه يعني تبي كل واحد عنده لون وكل واحد يعني اللون تاعو مميز وفي ديك الفتره اللي دخلت زكيه في الوسط خرقت لهم كاع الجو دخلت ودارت اغاني وبدات كذا فاتتهم كاع
سباق سباق هي خربت لهم كاع الجو، دخلت ما عرفوش كاع منين جات. كانوا في سكينه كل واحد عنده الطبع نتاعو. طبعا لا 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 بس الحمد لله والله إن انا نفتخر بسيده زكيه بدون يعني بدون مجامله. ما نفتخرش بها. ما نردين واش هي اقرب اغنيه لقلبك؟ كاين كثير يعني اقرب اغنيه لقلبك من الحانك. والله ما نقدرش نقول لك لان كثير كاين اللي غنيتهم انا كثير، حوالي 60 اغنيه اللي غنيتها انا صح. كثير وكاين اللي غنيتهم مثلا كنتي كاين اللي غنيتهم. معليش اقرب اغنيه لقلبك مثلا كياج اليوم انا درت لك كياج. والله ما اقرب اغنيه ماشي كياج. كل اغاني كل اغاني توعي انا من انا مانيش من الناس اللي يسجلوا كثير، لكن لما نسجل نسجل غير الحاجه اللي كيما على فكره سجلت له سجلت له اغنيه بنتي على وه لواه. لا وه لواه سجلت لواه لواه وسجلت راني موراك راني قدامك. نحيوها في الله كذلك حبيبتنا وصديقتنا. ومؤخرا زكيه سجلت لك انتي انتي بمناسبه عيد المراه. جميل جميل. لا سجلت لها اليوم وسجلت حتى لسمير التومي عملت له اغنيه جديده ثانيك بمناسبه عيد المراه. سجلت تقريبا في فتره واحده مع سيدي زكيه وحنا ماذا بينا. انا شوفي الفنان الجزائري كاين حاجه قبيله قلناها ونزيدوا نعاودوا نقولوها. نعم. ماذا بينا للشباب ولا الفنانين هذو هما يتصلوا بالانسان اللي حب يخدم. صحيح. ماهوش انا عندي رصيد كبير مثلا موجود بصح ما نقدرش نروح نعيط للانسان نقول له روح تغني لي. هذه مستحيل ولا لازم هذه تكون موجوده في الفنان. زكيه عندها واحد الميزه لما تحتاج كان شرف قرطبي كانوا كثير فنانين اللي كانوا في الساحه. نعم. تروح لي ودار وتقول له وكذا نحتاج دي لازم في حالتي الا كان مش واجد كما مثلا هذه المره قالت لي ماذا بيا نعمل اغنيه تاع عيد المراه. حبيت نكتب لها واحده من بعد قالت لي لا نغني اللي غنيتها انت لان اللي غنيتها انا مع كانت تونيا اللي نالت صدى كبير. نعم. كانت ثلاث صدى كبير الان ما زالت معروفه هذه الاغنيه. لكن هذه المره الاغنيه نتاعي صبحت في الارشيف درت لها الاغنيه. لا لا عندك حياتها ذكيه يعني. درتها بنوع جديد ودرناها بواحد لي زارونجمون ملاح درناها بواحد اوركسترا. هذا تقدير الفن ليه يا زكيه؟ لا هذا تواضع الكبار لانه هو كبير جدا بفنه وبثقافته. نعم. ومتواضع جدا. نعم. لا بالعكس احنا مانا الا استمرار للمشوار نتاعكم. نرجع ونقول لك ما هي اقرب اغنيه وعلاش ما مثلتش. على بال هذا السؤال دائما نقول في كل مره نتلاقى بسي نوردين ونقولوا علاش عمرك ما مثلت؟ نخبرك حاجه، انا في بدايه مشواري الفني كنت نمثل. مثلا هذا ما نعرفوش انا كشفنا يعني. لا والله العظيم لا انا في بدايه مشواري نقدر نقول لك في 63 لما بديت هذيك الفتره كنت تلميذ في الاندلس هذاك الوقت. وكنت عند الاستاذ محمد محي الدين ربي يرحمه. انا عبد القادر قسوم وكاين كثير كنت نمثل لان كانت فرقه في الوليده كانت فرقه تاع التمثيل وكانت الفرقه الاندلس. بالتالي انتقلت الى كنت نمثل في يعني هاوي مع الهوات مع وكنت نتعلم الموسيقى مع الاستاذ. كاين شي مسجل مصور للتلفزيون؟ لا ما فيش. لا عمري ما كنت. وكانت هذه العروض تعمل في قاعه محمد توري في البليده. كنا نعملوها في قاعه محمد توري وفي عده قاعات في ولايه البليده. لكن من بعد توقفت على هذه لما بدلت الستيل وبدلت النوع ودخلت يعني في جو واحد اخر وصبحت كيما راني. هذه هي تخليت معنا ماهوش تخليت لان بدلت لان انا كنت تلميذ اندلس ونحفظ الشعبي ونحفظ ديك لكن خليته الناس واحد اخرين اللي ممكن انا صفت روحي فيها طاقه اكثر كانت فيها طاقه اكثر اللي باش نبدع وباش نلحن باش نالف باش بدلت يعني بدلت النوع وبدلت حتى كيما يقولوا ستيل هذاك والحمد لله وكلش باواني الله الحمد لله. اذا استاذي الكريم احنا فرحانين بك وشرف عظيم انك حتى انا تاني والله العظيم معنا وشرف كبير ليا اني تعاملت معك وانك راضي عن الاعمال اللي خدمنا عملناها مع بعض. بالعكس راضي كل الرضا انا ونشكرك انك اليوم شرفتنا وتحياتي لكل العائله نتاعك كل ولادك وبناتك ما شاء الله لانهم هما خير خالف كما يقول لك الخير. لا هو زكية تعاملت معاك انا كنا احنا نتعاملوا مع انسان اللي جدي في هذا. لا تعاملت مع كاين ناس تعاملت معهم وصلوا للاغنيه. يعطيك الصحه. كلمتك للجمهور واش تقول للجمهور؟ الجمهور الجزائري نحييه باش توعدهم نور الدين واش راح يقدم لهم بغير انتي اللي راح تشوفوها 8 مارس. لا انا قلت لك انتي راكي سجلتيها انتي بصوتك وكنت راضي عليها ويعني
بالتالي سدد قلت لك اغنيه ثانيه كذلك على المراه الجزائريه واللي نحيي المراه الجزائريه، لاننا نقدر نقول لك انا الوحيد في الجزائر في بدايه مشواري عملت اغنيه على المرأة الجزائرية، لأن المرأة دائما المغنيين يعاتبوها ودرتي لنا وهربتي وما درتيش. وشي هذا؟ وشي هذا؟ مالك أنا قلت لا المرأة هذه، المرأة هذه جاهدت ناضلت دارت دارت كيفاش؟ على الأقل نعطيوها حقها ولو بغنية. ربات يعني تعبت جاهدت، وبالتالي عملت الأغنية هذيك والجمهور الجزائري وخاصة منهم النساء يعني تقبلوها بصدر رحب كبير، لأن صح الشيء اللي قلناه في الكلمة، ونظن بعد سمعوها ما على كل حال على طريقة صوت سيدة زكية نشوفوا في الغنية هذه حتى الآن فيها حوالي 30 سنة. خلاص وعد منك الخمسة جويلية الجاي أنك تقدم أغاني للشباب لأصوات الشباب، أغاني لحب الجزائر. موجود موجود موجود، يعني باش نقولوا للاصوات الواعده اللي راهي جايه انه سي نور الدين عنده كلمات والحان لحب الجزائر. ما نحبش نقول انا وطنيه، لحب الجزائر طبعا. لهذا الوطن الجميل. لكن لازم الفنان انه يدقدق الباب فقط، هذه هي النصيحه استاذ. لا لا، هو اللي يبحث على الكلمه هذه، هو اللي يبحث على الكلمه، هو الفنان هو المغني. نعم. ماهوش، لان في كثير شتي يجي يقول انا في كثير كتاب في الجزائر. انا اللي نعتز لاخاطش كاين فرق بين شاعر وبين كاتب الاغنيه. حنا في الجزائر كاين كتاب الاغنيه مثل سليمان جوادين، بين حيوه مثل الفنان رباح درياسه، مازوني، علي زبيدي، هذو كتاب الاغنيه. وفي شاعر اللي يلقي قصيده فيها 100 بيت يمكن تتلحن منكم ما تلحنش. هذا كاين فرق بين هذا وهذا. وفيه ملحنين اللي يقدر يدخل ما عندوش لحن يقدر يدخل الاستديو يديروا له لحن. طبعا هذه في مره اخرى نرجعوا لها. سي نور الدين نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله ربي يطول في عمرك وانت مازالك في عز العطاء نتاعك. ان شاء الله وانتم مازال. حبنا نسمع لك هديه. شكرا كثير على الحضور. عفوا سيدي نشكرك كثير انتم على استقبالكم لنا بهذه الحفله، وهذه راهي اكثر مني. فعلينا عليك من كلماتك والحانك. نعم اروع ما غنيت انا، ماشي واش ما كتبت انت، اروع ما غنيت انا جزائريه بلادي. معليش مرحبا.